إذا أهلا وسهلا متابعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من أعلى قمة بمدينة تطوان، لننقل لكم كيف تبدو هي مدينة تطوان من الأعلى. ونحن كنتواجدوا بمدخل مدينة تطوان وبالضبط بأول نفق اللي كتواجد هذه المدينة الجميلة. كنقلوا لكم هذه الأجواء الصيفية الرائعة، وبطبيعة الحال مع بداية كل صيف كاين توافد عدد كبير من المواطنين على المدينة لقضاء عطلتهم الصيفية، سواء بمدينة تطوان أو بشواطئ عملة المضيق الفنيدق وكذلك شواطئ التابعة لإقليم شفشاون. إذا هذا هو المنظر البانورامي من الأعلى لمدخل مدينة تطوان. منظر جميل مع غروب الشمس. هذه هي الشوارع الجميلة للحمامة البيضاء. متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من مدخل مدينة تطوان، ننقل لكم الأجواء مع غروب الشمس وبداية توافد المواطنين سواء من داخل المغرب أو من خارج المغرب على المدينة لقضاء عطلتهم الصيفية. هذه الأجواء الجميلة متابعي قناة شوف تيفي، أجواء رائعة، أجواء جميلة هنا بالحمامة البيضاء. إذا متابعي قناة شوف تيفي وفي إطار التفاعل مع هذا البث المباشر، أبغيناكم في إطار التعليقات أنكم تقولوا لنا كيفاش هي الأحوال بباقي المدن المغربية، واش كاين شي حرارة، الجو كيفاش داير. هنا بمدينة تطوان جو جميل، جو رائع. هذه هي المدارة ونفق مدخل مدينة الحمامة البيضاء. إذا متابعي قناة شوف تيفي، في إطار التفاعل مع هذا البث المباشر، بغينا شي تعليقات تقولوا لنا كيفاش هي الأجواء عندكم في المدن المغربية سواء بداخل المغرب أو بخارج المغرب. إذا هذه هي الأجواء الجميلة هنا بمدينة تطوان، وهذه أحياء المدينة، هذه القاعة المغطاة. وكما قلت أن المدينة كتشهد واحد الإقبال كثيف بالنسبة للمواطنين اللي كيقصدوا المدينة لقضاء عطلتهم الصيفية، والحمد لله أن الأمور يعني العجلة الاقتصاد بهذه المدينة الجميلة تحركت. المطاعم خدامة، المقاهي، حتى ليزوتيل. أنا غادي نحاول نقربكم أنا الآن إحدى الفنادق كما كتشاهدوا، كاين المواطنين، السيارات ديال المواطنين اللي جاوا باش يقضيو العطلة ديالهم الصيفية. أجواء رائعة هنا بالمدينة، وكما قلت أن كاين واحد الرواج اقتصادي كتشهدو المدينة، لا مدينة تطوان ولا مدينة مارتيل وكذلك مدينة المضيق وكذلك مدينة الفنيدق. هذه المدن اللي عندها شواطئ ساحرة ومجموعة من المواطنين المغاربة كيقصدوا
هاد المدن هادو باش يستمتعوا بالعطله الصيفيه ديالو. كما كتشاهدوا متابعي قناه شوف تي في ان السيارات كتتوافد على المدينه باش المواطنين يقضيو العطله الصيف ديالو. اذا متابعي قناه شوف تي في وفي اطار التفاعل مع هاد البث المباشر بين التعليقات ديالكم كيفاش دايره الاجواء بالمدن ديالكم، واش كاين شي حراره ولا الجو عادي. هنا بمدينه تطوان جو جميل، جو ممتع. وهذه المنطقه اللي كنتواجدوا بها هو مدخل مدينه تطوان، بالضبط باول نفق اللي تم احداثه بمدينه تطوان لتخفيف الاكتظاظ اللي كتشهدوا المدينه عند فصل الصيف او في بعض المناسبات. وطبيعه الحال ف جميع السلطات سواء المنتخبه او المحليه فهي هيئه المدينه من خلال التشوير والاناره العموميه باش تستقبل المواطنين اللي كيقصدوا المدينه. اذا متابعي قناه شوف تي في هذه هي الاجواء بمدينه تطوان، اجواء جميله، اجواء رائعه، حتى الجو فهو جو مغري. وغيت نذكر المواطنين اللي كيقصدوا المدينه خلال هذه العطله الصيفيه انهم اثناء السياقه في حاولوا ما يسرعوش، يجيو بلاتي عليهم وتبقوا داك الحكمه اللي كتقول عطله وسفر مزيدا من الحضر. الانسان يعني يسوق العربه ديالو بلاتي عليه، كاين محطه استراحه، والحمد لله احنا في بدايه العطله الصيفيه الانسان يجي بلاتي عليه. والحمد لله حتى البنيه التحتيه ولا الطرقات فهي يعني مصلوحه، شنو كاين بعض بحال اللي غادي نقولوا بعض الطرقات هي اللي كتشكل خطر، وكاين علامات اللي كتدل على هذا الخطر هذايا. خاص غير السائقين انهم يحترموا العلامات اللي هي موجوده على طول الطريق خصوصا بين مدينه طنجه ومدينه تطوان، وكذلك الطريقه الرابطه ما بين مدينه تطوان ومدينه ودلو. بالنسبه للباقي الطرقات فكنظن ما كاينش فيها شي خطر، فمزيدا من الحذر. وهي مناسبه كذلك باش نشكروا رجال الامن خصوصا شرطه المرور على سهرها الدائم على تنظيم عمليه المرور طوال النهار وغير أبهة بالحرارة ديال الشمس أو تغير الطقس. إذا متابعي قناة شوف تي في هذه هي أجواء مدخل مدينة تطوان. وهذا المدخل هذايا يعني هو مدخل استراتيجي، فهذه الطريق هذه هي اللي يعني الطريق اللي كتجي اللي كيجيو منا السيارات اللي كتجي من مدينه طنجه وباقي المدن المغربيه. وهاد الشارع هذايا اللي غادي نحاول انني نقربكم منه، وهي الطريق اللي كتربط مدينه تطوان ومدينه شفشاون. هذه هي الطريق اللي كيجيو منا السيارات اللي كتجي من الجهه ديال شفشاون، فاس، وزان، مكناس. هذه هي الطريق اللي كتربط ما بين تطوان وشفشاون، وهذه هي الطريق اللي كتربط ما بين تطوان وطنجة وباقي المدن المغربية. إذا هذه هي الأجواء هنا بمدينة تطوان، أجواء رائعة، أجواء جميلة. وحتى الموقع اللي كنتواجدوا به هو موقع بانورامي بامتياز. إذا متابعي قناة شوف تي في انا ما كرهتش نبقى معكم، ولكن الى
موعد لاحق إن شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.